اللي امس علمتك عنه. احنا كلمنا ورده بقيت على هذه. فاسمع انت اسمع بس لا تسال. انا ما نبقى لي شيء. انا وصل هذا خوينا الى جزيره مدغشقر. تمام؟ اللي هو ويليام هذا. يقول يوم وصلت الى مدينه مدغشقر انا عندي او جزيره مدغشقر انا عندي تخصص مساند في الهندسه المدنيه. بنيان والامور، لكن تخصص الاساسي القوه او الطاقه النوويه. عرفت شلون؟ وجايبينه الى الجزيره هذه لغرض معين. فبدا يقول دخلت انا بديت اشتغل معاهم اول يوم ثاني يوم. يقول حنا الى الان خمسة اشخاص وعندنا معدات وامورنا طيبه وحوالنا زينه. يقول ثالث يوم بديت اشوف الاحظ امور مختلفه. بديت الاحظ ان اللي جالسين معي قبل قومتنا الصبح وحوله حوالينا يطلعون. اشوفهم يطلعون ويومنا طالع يمشون داخل الغابه داخل المكان اللي احنا موجودين فيه. احنا مكان يعتبر قطعه. حلو. قلت يا ولد معقوله؟ واشوفهم يفتحون المعدات ويردون يركبونها ويسكرون. واحد فيهم يبقى نايم عندي ولا تحركت فز وطالع. عارف شلون؟ فكأن طريقة في أن يسووا لهم شيء ما يبون يدري عنه أو شيء من هذا القبيل. يخططون على شيء. أيوة. السلام ورحمة الله. أيوة. الوكاد يا ولد يقول أنا صارت سريتها بنفسي. بديت أقوم وطالع. ليش مو هذاك اليوم قبل موعد النوم قلت أنا الليلة أبي أسبقهم على المكان اللي يروحوا له. أبي أقول إني أروح أدور وأسوي نفسي ضعت وأقعد أنا أنتظرهم إلين. قلت يا الربع انا بروح اخذ اللي فرهني. قال دير بالك ترى المكان صعب ويمكن ما. قال لا بها ما اطول خمس دقائق وانا اللي وصل. او يطلع خوينا هذا الين ما وصل نصف المكان وهو يبقى هم يا ولد ابطا خوينا ابطا. يطلعون مكانهم اللي يروحوا لك اليوم. ايه ابطا خوينا ابطا خوينا. راحوا لعجاهم. يوم من طلعوا اللي يصيحون علي واليوم واليوم تعال عرصك على عينك وليم فهم. الوكاد يوم ما أبطى ما لقوه قال يا ولد لازم حنا نكمل مسيرتنا. هذا الولد يمكن شوي يجي هو مضيع. فلان إذا رجع خلك معاه في الغرفة أحبسه زين لا أحبسه. قال يوم سمع كلمة أحبسه قال أجل يا ولد ما لي إلا الهروب أنا لازم أطلع. والله ويطلع ابن الحلال هذا وليم خوينا ويتوجه الحالة شرب ويركض انه يبي بعد عنهم باقصى مده زمنيه. يقول يا ولد وانا قاعد اركض فجاه الواحد ناقز علي خانقني. هلا يقول يسولف علي لغه بريزر يا ولد سر فهمني يعني لغه عاد ما ادري شو عطرن لغه غريبه. المهم فخانقه يقول يا ولد يسولف علي وارسل يعني ايش قاعد تسوي انت فهمت بس يقول يعني استوعبها. كان يقومني الرجال هذا ويشدني اللي لابس يعني لبس كأنه ابن غاب. عرفتم شلون؟ ايه امشي مش معاي مش معاي. هو ياخذه ويقوده الين ما وصل الا مجموعه من الناس نفس لبس هذا الرجال وبينهم بنت مو بنت المكان هذا بنت مرتبه وشكلها زين وهذا. يوم حطوه للبنت جت فوق راسه هي وات ار يو دوينج هير. يقول لا تسولف انجليزي. انا ما توقعت اللي معاي في المكان نفسه هذا ما يسولف انجليزي فما بالك بهذه. يقول فانصدمت. قالت ايش قاعد تسوي هني؟ قلت انا نادوني مهندس في مشروع مسوين هني لتطوير هذه الجزيره وما ادري شو. قالت انت من الخونه انت من الناس اللي بيفجرون الجزيره هذه. يقول انا صدمت هني. قلت يا بنت الحلال والله ما ادري ايش قاعد تقولي لكن انا فلان الفلاني انا رجال عندي تخصص الطاقة النووية ومهندس وما جيت هني إلا بعد ما أرسلتني الجامعة نفسها أن أكمل مشروع بس لا أكثر ولا أقل. قالت لا أنت من الخونة أنت من ربع أبوي أنا. أثر هذه أبوها كان من الناس اللي جو الجزيرة هذه من قبل وأبوها كان أيضا من الأشخاص اللي كانوا يأخذون من الجزيرة أمر معين. الحين أشرح لكم شنو هو بالضبط. هي تقول انت من الخونه من ربع ابوي من ربع ابوي يعني معترف ان ابوها خاين. اي ابوها كان جاي هي ما تشوفها من حاشه من ابوها وقاعده مع السكان إيه؟ الاصليين إيه؟ لان هي ابوها درت مخططه فحجت بنا دور عليها له فتره مو موجود. احنا بلجه هي اي قالت انت لقيت ابوي ديفيد. اثر ديفيد هذا منو؟ ابوها. عرفت شلون؟
ديفيد اللي هو المسؤول عن المشروع اول ما جاء خوينا هذا، قال ديفيد يلا حي شلون فهمت، فكان هو المسؤول. فقالت انا بطلب منك طلب، وجودك هنا راح يخرب مخططنا بالكامل، اللي يبي منك انك تجيب لي متى موعد تنفيذ التفجير اللي هم يسوون. قال تفجير؟ قالت اي انت ما تدري انت ما تفهم، اثر هذول شنو بيسوون؟ يبي يفجرون المكان هذا ومع بنيانهم وشغلهم هذا على اساس انه كانه صار خطا وتفجر. فلا فجروا يطلعون منه ماده الفسفور النووي او شيء، المهم انه ماده نادره جدا ما تكون موجوده الا في المكان هذا. عشان تطلعها لازم تفجر بيوت وجبال يا ولد شيء كبير. فهم قالوا احنا نضحي بالبشر هذولي وناخذ الماده هذه ونغتني بالمليارات. نحتاجها للقوه النوويه ومدري شلون. وهذول الناس جاهم بالطيب ما رضوا، وكيف يا اخي حقه قاعه ديرته المكان اللي ولد فيه دولته، رغم ان في ناس مسؤولين في الدوله هذه بايعينها يعني ما يبون. حلو كاد يوم صار عليكم السلام ورحمه الله. سلام سلام. يوم صار الموضوع بالشكل هذا قال بس تم، انا راح اعلمك اللي راح يصير بالضبط، ومن بعدها انا راح اعلمك اللي يصير بالضبط علاجي وبيجيك، وبعدها راح نكمل. تمت اي والله. وهذا اللي صار، يطلع منه هو الحين هو ما يدل المكان اللي يجي هذا الوليد اللي مع البنت اللي من السكال الاصلي يمشي هناك. قال بس ابشر ابشر بس سعد يودي. طبعا هو ما يفهم عليه بس انت افهم انه يقول ابشر بس سعد بلغته يعني. بس لا موجود معنا ويطلع يودي لين ما وصله قرب المكان هذا، ويطلع خوينا هذا ويدخل. اول ما دخل يا ولد وينك انت وينك ابطيت علينا؟ قال والله الربع اني ضيعت في الغابه وابشركم اني دليت الدرب اخر الوقت، قطعت جرتي. قال استر حجه الحين بنروح نخلص لك كم شغله، لا تطلع من الباب هذا. قال ايه هو الحين عرف شنو نوايا الناس هذول في الجزيره هذا. ويدخل الرجال ويتوسد مكانه، ويوم ننتظر شوي بدوا يسولفون هو ينط حول الباب ويتسمع، يقول يا ولد اسمع هذا يسولف انجليزي، اثر كلهم يسولف انجليزي بس كانوا يسوون يموهون الليل انهم مو متفقين، هذا جاي من مكان هذا جاي من مكان هذا جاي. يقول وعارف المخطط مالهم كله هذول ناس. هذا رجال خوينا اسمه وليم سافر الى جزيره وصارت عليها احداث هناك وانصدم بالوضع. قال لي ان انت رايح عشان مشروع تخرجك، طلع لا انهم مدينه كبش في الدين. قوم انت يا وليم يسمعهم هم يسولفون عن الموضوع هذا ويعرف كامل المخطط. يا ولد يوم ننتظرهم اختفى الصوت، هو يفتح الباب يبي يطلع الحين المنو للبنت نفسها يعلمها المخطط كامل على اساس انهم عاد ما ادري شو بيسوون. يقول يا ولد يوم فتحت الباب ما مداني فتحته، هم الحين طلعوا شنو صار لهم ثلاث ايام يزرعون القنابل هذه عشان يفجرون الجزيره وياخذون الماده هذه يموتون البشر اللي فيها. لكن يوم يجون يقاضونهم شركات يقول والله كنا نبني احنا بنيان تطويري حق الجزيره هذه وانفجر بالخطا. يقول يوم طلعت توني ابي اطلع على الجزيره الا جايني واحد من ورا ماسكني حاط فيد علي اثري درى ان انا بنحاش. يقول يا ولد كنا خاب مسعد. يوم جلست قال انت، انا بختصر لكم فيها طبعا، قال انت دريت في الموضوع هذا كله لذلك حياتك ما راح تكون مهمة يعني، فاحنا لازم نذبحك، لكن حنا من باب ان نخليها امر تصديقي بنحطك مع تفجير. نقول يا ولد حتى في واحد من العلماء اللي موجودين عندنا توفى، هنحطك كبش مع اثنين السبعة من ربعنا. يقول يوم نحطوني هم يمسكوني ويقيدوني، اول ما قيدوني الا دريت باني انا خلاص حالك لا محالة. اشوف واحد نقز منهم قال حنا لازم نبدي عملية تفجير الليلة وخلاص. اول ما تفجر القريه هذه كلها نقعد ونسوي موضوعنا الكامل ونكلم الصحافه انه صار عندنا عطل فني وانفجرت القريه، واصلا ما تولنا ناس منهم الدكتور وليم هذا او الشخص الطالب وكم واحد يعني احنا حاطين. يقول فيه اي يبي يضحون فيه على اساس ان الناس يصدقون الروايه. وفعلا يا ولد ما مر تقريبا نص ساعة حول اللي تجمعوا وهم وخلاص امورهم عشان يفجرون القنابل اللي موجودة هناك. يقول اثر هم بينهم ومتصافين
انا موجود الحين مربوط. فجاه رجع هذا ديفيد وكان معاه الثلاثه ذي اللي يشتغلون معاه، واحد منهم يوم طالع قال حنا الحين نفجر، قال لا انا الان ما خلصت في امور كثيره بسويها وبطلعها من الجزيره هذه، ما تقدر تفجر الحين. قال لا الا افجر الحين. قال لا ما اعرف ايش، زيد حصتي ما ادري شلون، نقص حصتي يا ولد. عد البدر كان يسحب فريده ديفيد رمها، اول ما رمى من اللي سمعوا البنت في اللي معه. يا ولد هم لان مو بس بعيدين حيل، حاطين يعني اكثر من الا البنت هني خافت، قالت بس جهزوا جهزوا، اكيد انه ذبحوا منه الشخص اللي احنا ارسلناه وعرفوا بخطتنا، فلازم ان نقتحمهم منه. والبنت كان معاها بعض معدات ابوها اللي قبل والامور سلاح كذا، اي سلاح بسيط يعني بس مو سلاح. يا ولد ويركب والبنت تجي هي واللي معاها هذول يطلعوا خوينا الحين هذا على مشارف الموت. قوم انت يا رجل هذا، قال حنا لازم نمشي وجهز اغراضه، ويضغط هذه مالت القنبله، طبعا هي فيها تفاصيل بس حنا عشان نختصر، يضغط مالت القنبله هذه ويبدي العد التنازلي ويطلع. طلع الرجال عشان يمديه يبعد عن التفجير قد ما يقدر، بعد ما تفجر الجزيره هذه كامله يرجعون لها ويقولون عطل فني وما تولنا اثنين وعرفت شلون. ويمشي هو هذاك الا على وصلت البنت، يقول انا هني وقتها خلاص يعني بديت ادعي ربي يعني خلاص الامور، طبعا هو غير مسلم يعني. يقول فبديت ادعي ربي وإني يفكني من الامر هذا وادعي ادعي ادعي الين ما تيقنت بموتي. اشوف يعني العداد هناك مال القنبله وين اماكنها والامور. يقول فسبحان الله ما مرت تقريبا 10 دقائق الا هذه البنت جايه عندي. اول ما وصلت هي شافت وضعي بالشكل هذا صدمه، وانا اصيح عليها قنبله لا تفجر قنبله لا تفجر اطلع اطلع. يقول انا يعني وقتها حنيت بصراحه. ويجون هم ويفكون هذا خوينا، ويوم راح قالوا الحين شلون نفتح القنبله هذه يعني بالحالتين كاننا ما سوينا شيء هربنا ولا جين. فتخيل يوم قال لهم اهربوا ترى المكان كله راح يتفجر، شنو قالوا اهل الجزيره ما فهمت ايش يقول؟ لا قالوا لا والله ما نطلع منها، لو نموت فيها ما نطلع. هذه ديرتنا ولا يقول هذه ديرتنا، يقول راح تفجر. قال والله هذه ديرتنا ما نطلع لو الموت. يقول انا بحكم خبرتي يعني انا ماني خبير في الامور القنابل وهذا، بس لي خبره في المجال النووي، احنا نصنع وما الى ذلك. يقول وتوجه للقنبله المعقده يعني. يقول سبحان الله يعني، واطلع انا على اخر 10 ثواني ما ادري 20 ثانيه حوالي يقول كاني في فيلم. يقول وافتح هذه القنبله واشوف الا كان يعني ترتيبها مو الترتيب المعقد المعقد بحكم انها كانت في جزيره يعني اي فيقول انا لكن من سهولتها احيانا الشيء من كثر ما انه سهل تعتقد بانه مستحيل يصير يعني. تقول يقول لك شلون من تعود على شلون الشك يعتقد بان اليقين فخ او شيء من هذا القبيل. يقول يا ولد قلت معقوله بالسؤال. يقول اول ما قطعت الكيبل يعني المسؤول عن تغذيه القنبله هذه الا وقف على 6. وقف على ايش؟ 6 رقم 6 او 10 يعني باقي. يقول لما قطعت شنو توقعت انها قاعد تمشي من داخل بس ان العداد واقف، ان انا بس قطعت العداد الرقم. يقول فسويت وعد انا وعد وعد والناس معي هذا سبحان الله ما تفجرت. حتى ذول الحين خذلوا العالم ناس اللي كانوا عادين يعني ينتظرونها تنفجر عشان يسوون مخطط. سبحان الله فشل مخططهم. يوم من رجعوا ثاني مره من جديد لقوا بان هذه البنت اللي معاها، وبداوا يرمون تعرفون هذه الحمر من فوق ملات الاغاثه، وجت القوه اللي موجوده في الدوله اللي تبعد ساعتين صوب المطار، ودربوا المخطط كامل والخيانات وما الى ذلك. فكانت هذه بطوله